اذا الاخوت المغاربه كيفاش قلت لكم اننا اليوم غادي نجربوا اللحم الاسباني كيفاش داير المذاق ديالها. بسم الله. لحم ديال الخروف هذا الاسباني، لا خروف اسباني شرينا واحد المده ما طويلاش بزاف، تقريبا واحد 8 ديال الايام 9 ديال الايام، خلينا في واحد الكوري في واحد البلاصه في بوميه. اليوم غادي نشوفوا اللحم ديالو ونشوفوا الجوده ديالو، غادي نشاركوا معكم واش حقا كيستحق هذا الخروف الاسباني يكون في المغرب. خليتكم وكملوا معنا الفيديو كما تشوفوا معنا حتى الاخر، غادي نوريكم العمليه ديال الذبح ونوريكم الخروف، غادي نقطعوا الخروف وغادي نطبقوا معكم الخروف. عواش لكم مبروكه، كملوا الفيديو. خروف اسبانيا هو، وهذه العلامه ديال اسبانيا، وغادي نشوفوا هذا الخير هذا كي داير. هاي هي باشير الحلال اجي قيسي الحلال اجي بوسي الحلال الحلال تخافي لا بس من البنت. قولي بسم الله، قولي بسم الله كركوجي. بسم الله. اذا الوالده مسكينه كتغسل الكبده، كتغسل ها هي الكبده، ها مش مسامات الوالده كتقاد العائلة، المهم كل شيء مجموع وكل شيء مزيان. دابا ملي كنبغي نديرو بولفاف كنقطعو الشحمة بحال هكا باش غادي نصوروه. الشحمة غير تبارك الله حاول ديال نقطع الشحمة، هذا هو القياس. هاو كنقطعوها باش تكشف الكبدة مش عمرها تكشف. كون جبتي لنا ماشي عود ولا جوج كما كنتو كديرو زمان. لا صايبين لنا ما كانوش يدير لنا، كان مشي لشي شي. انا الخطوه اللي شفتها من عند الله يمشي. الله يمشي. كيف زدت الكراسه والشحمه ولينا الكبده. خاطر جايين غاديه. غير نتغداو. غادي نجوع. عيشه. اه. غير نتغداو. دابا ما كيلوي هاك. اه. نتعلم هنا ولا كنعرف؟ لوي بلا. من بعد ما المهم نركبوا الريه وانا نركبوا الكبده، وغادي نقطعوا الكبده وغتشوفوا كيفاش قطعناها، وغنديروها في قطيب قطيب بحال هذا باش نعرضوا عليكم هذا الخير. هذا هو ها القليب ها الكبده. هذه الكبده هي هذه، ها هي قطعوها. بسم الله. عرفتي الكبده كتجي نص طياب، وغنديروا لها واحد الطريقه اللي هي زوينه نص طياب، ومن بعد غادي نلويوها يعني بولفاف. حنا كنقولوا ليه بولفاف، شي وحدين كيسميوه الكباب، حنا كنقولوا ليه بولفاف. هذا هو اللي كنسميوه حنا، تيسميوه دابا حنا الاسم دابا بقى ما بين بولفاف والكبده، يعني بولفاف هو هذا كيقول لك لا هو الكباب، راه هو سميتو بولفاف. هذا غادي نلويو معاه الشحمه، تشوفوا معنا كيفاش غادي نلويو الشحم. هاد الشيء دابا غادي نديو نطيبوه، بقاو معنا تمشيو معنا. عطيو الوالدة الله يخليها لنا، طيب لنا القطيبات. هاك يا الوالدة بسم الله. ها هي الوالدة. عطيوني شي كرسي نقعد عليه الله يحفظكم. عندك واخا مرحبا عندك ماشي مرحبا عندك كرسي نقعد عليه كرسي. إلا ما شربتيش المويه من هنا، عرفتي إلا ما شربتيش المويه من هنا شحال باردة. حنا دابا كنقولوا له بولفاف. يلا اختي. غادي تجربي اللحم ديال اسبانيا. اي يكون مزيان ان شاء الله تبارك الله. يكون مزيان ان شاء الله. زين كل شيء تبارك الله، زين كيبان حلو زوين ابيض. بعدا عجبك في الصوره ديالو؟ هذا القلب ديالو. حاولي تبارك الله كي داير ولا حاولي نيت باش نحاول. ديال اسبانيا. تبارك الله. نجربوه. نجربوه الله ناكلوه من مالو هنا. الصحة والسلامة. كنعمر هذا. ها انت هذا دابا سميت هذا عمتي؟ ام الكرشه.
هذا تيقولوا ليه فم الكرشة تنعمروه بالصلاة والشحماء وداك الشيء وتنشويه والقصبر والربيع ودرنا له غير كامل. واش غنقول لكم من بعد غتجربوا معنا وتشوفوا. عمرك تقصي هذا معنا؟ لا هاد الطقي معنا. طاب هذاك الشيء؟ هاي شوفي انت دابا هنا راه طاب غادي نوريكم كيفاش. هاي هاي طابت شتيها؟ طابت هذيك ديال قبيل هاي هي هذه اللي طابت وحنا غادي نحاولوا نوريكم كيفاش كيكون المذاق ديالها وخصوصا مع كما قلنا لكم الاسباني. غادي نحاول نحطو هكا ها هي داك الشخص كدوقي انتي ما عمرك كليتي قطعي باش جيتي تاكلي قطعي. غادي ناكلوا الكبده ونشوفوا كيفاش داير المذاق ديالها. بسم الله بسم الله. انا شويه عجبك تنتي تدوقي معنا عطوك تنتي تاكلي معنا هاكي. بسم الله مزيان كي جا واعر زوين واعر بصحة وراحة.